سلام. بعد الملحمة الكروية اللي خاضها المغرب العربي ضد نظيره الفرنسي امبارح، ما رح نقول هارد لك لأسود الأطلس، بدنا نقول مبروك مبروك، لأنكم فعلا خليتوا المستحيل ممكن. مبروك لأنكم فزتوا بمحبة واحترام الجماهير العربية والعالمية كلها، ودخلتوا الفرح لكل بيت ولكل شارع، وفعلا خليتوا كأس العالم يكون له طعم تاني، ووحدتوا كل العرب على حبكم وتشجيعكم. كلنا فخر، عيشتونا حلم جميل، وكتبتوا تاريخ لا يمكن أن ينتسى. الجماهير العربية مبارح بمدينة دبي للإعلام كانت كلها أمل وفخر بمنتخبها العربي. خلونا نشوف مع بعض شو كانت التوقعات قبل المباراة وكيف كانت المعنوية. المغرب هيكسب 1-0. Morocco is a very great team. It will be 2-0 for France. Congratulations for Morocco. Congratulations, you enter in the legend. But it's finished for you now, bro. 2-1 for France. 1-0 المغرب. لا 2-1 المغرب إن شاء الله. إن شاء الله المغرب حتفوز 1-0 إن شاء الله، ونلعب مع ميسي بالنهائي. المغرب إن شاء الله 1-0 ويسكر. ديما مغرب. ديما مغرب. إن شاء الله المغرب 3-0. رح يربح إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله المغرب. ديروا النية وإن شاء الله غنربحوا. 2-0 for Morocco. I hope 3-1. I'm hoping it'll be 2-1, 2-0. ما فينا نعتبر أن المغرب العربي خسر مبارح، منتخب قبل أداء ترفع له القبعة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، حتى أنه الهدف اللي تسجل من قبل المنتخب الفرنسي بالدقائق الأولى للمباراة ما أحبط أسود الأطلس، وظلهم كافيين بروح وطاقة ومعنويات عالية. شباب ما بيعرفوا اليأس، حتى باللحظات الأخيرة من المباراة بقيوا عم بيحاولوا وظلوا عم يقاتلوا ليحموا شباكهم من أهداف فرنسية إضافية. وللأسف مع تسديدات عديدة خارج المرمى من قبل أسود الأطلس ومحاولات وجهود وأداء وتركيز عالي من قبلهم، ما تمكنوا من تسجيل أي هدف بالشباك الفرنسية. وللعلم، ديدي ديشام مدرب المنتخب الفرنسي هو رابع مدرب بتاريخ كأس العالم بيصعد لنهائي كأس العالم مرتين متتاليتين، والأول بتاريخ فرنسا. من اللقطات اللي تم تداولها على السوشيال ميديا بين كيليان مبابي وأشرف حكيمي يلي بتربطهم صداقة مميزة، فبعد المباراة ركض مبابي ليواسي حكيمي ويتبادل معه القمصان، وبعد ما أخذ قميص حكيمي لبسه واحتفل فيه وهو موجه اسم حكيمي للأمام بإشارة منه على فخر باسم وأداء منتخب صديقه. وحتى أنه بعد المباراة غرد مبابي على تويتر وكتب: لا تحزن يا أخي، الجميع فخور بإنجازاتك، لقد صنعت التاريخ. كمان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللي كان حاضر بالمدرجات ليدعم منتخبه الفرنسي غرد على تويتر بعد فوز فرنسا وقال: إلى أصدقائنا المغاربة، مبروك هذه الرحلة الجميلة، أنتم تصنعون تاريخ كرة القدم. خلينا نشوف سوا كيف كانت ردات فعل المشجعين بمدينة دبي للإعلام بعد ما انتهت المباراة. Final, let's go! I just want them to win the final and I'm sure they will, so allez les bleus! Your team is unbelievable. Look what made the Maroc tonight. I'm proud of Maroc. I'm proud of France. Pour la France, on vous souhaite une bonne chance. On va gagner, c'est sûr. It's always remember Morocco, always number one. A win is a win. المهم وصلنا آخر شيء عادي. Very proud of Walid Regragui and all the team. I'm proud of you. I'm supporting you wherever you are. المغرب العربي كتب التاريخ كونه أول منتخب عربي وأفريقي بيخوض مباراة بالنصف النهائي لكأس العالم، مع فرصة لتتويجه بالمركز الثالث بمباراته الأخيرة بمواجهة كرواتيا وصيف فرنسا حاملة اللقب بمونديال 2018 الماضي. وهيك بيكون المنتخب المغرب العربي ثالث منتخب من خارج منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية بيلعب مباريات النصف النهائي، وبيكون عم يسجل أطول سلسلة بعدم الخسارة بتاريخ كأس العالم لمنتخب أفريقي. وبالمناسبة بالنسخة الحالية من كأس العالم ما قدر ولا لاعب خصم يسجل هدف بمرمى الحارس المغربي الأسطوري ياسين بونو، بحيث كان الهدف الوحيد اللي تسجل هو بالمباراة ضد كندا وبالخطأ من مدافع المغرب نايف أكرد. وبالرغم من الخسارة ارتقى منتخب المغرب العربي بالتصنيفات العالمية، ومن المتوقع أنه يصير من أقوى 10 منتخبات بالعالم. مشوار أسود الأطلس ما خلص هون، بانتظار المواجهة مع كرواتيا يوم السبت القادم على المركز الثالث والرابع. أما المواجهة الأقوى لكأس العالم رح تكون بالمباراة القادمة بين المنتخب الفرنسي والأرجنتيني. اكتبوا لنا بالتعليقات توقعاتكم لهي المباراة، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا. سلام.